بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الإعلامي المميز نجم مصر والنادي الأهلي كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكباتن الكبار كابتن شريف علي والكابتن إسلام علي. مشاهدينا الأعزاء عشاء كرة السلة في كل مكان وعشاء الفانيلا الحمراء مشاهدي قناة الأهلي، دكتور وائل أبو العزم يحييكم، حيث يسعدني أن أنقل لحضراتكم الوصف والتعليق على أحداث مباراة كرة السلة بين فريقي الأهلي وسموحة في إطار أولى مباريات الدور قبل النهائي في البيست أوف 3 المقام ببرج العرب في الدوري السوبر للسيدات. بيمثل النادي الأهلي شيكيلي، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، نرمين أيمن، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، جايدة خالد، والإدارة الفنية الكابتن طارق خيري مديرا فنيا ومعاه الكابتن كريم عبد المنعم والكابتن علياء الجمال، أما الأحمال كابتن أكرم عادل ومدير إداري كابتن ماجد فوزي، إداري الكابتن مشيرة عبد العليم، الطبيب دكتور مروى الحسيني، علاج طبيعي دكتورة ياسمين محمد، محلل تقني كابتن أشرف شربجي، وأخصائي نفسي دكتورة مي القاضي. أما سموحة بيمثله هنا العبسي، آية فتح الله، إيميلي إيتل، ريم أسامة، إنجي صلاح، رنا محمد، ملك عبد القادر، ملك سامي، فريدة طارق، أيتن إيهاب، نور المهدي، جنة مصطفى، والإدارة الفنية للكابتن عماد محمود المديرا فنيا ومعاه كابتن هيثم رسلان والكابتن محمود يونس، أما الأحمال الكابتن مؤمن مصطفى وأحصائي شروق بدراوي، مدير إداري كابتن جهاد سمير، والإصابات دكتورة هيدي محمود. يحكم لقاء اليوم طاقم التحكيم السكندري الكابتن أيمن عوض والكابتن دينا أحمد والكابتن سلمى بلال، وعلى طاولة التسجيل شيماء إسماعيل، أحمد عبد الحميد، عمرو سامي، مهند محمد. يمكن بيغيب النهاردة عن النادي الأهلي اللاعبتين المميزتين ندى نافع ونوى شتا للإصابة، بنقول لهم سلامات. وادي طاقم التحكيم امام حضراتكم بيستعد للقاء وبيبتدوا كده حواراتهم قبل المباراه لتسهيل المباراه عليهم في اداره المباراه. الاهلي احتل صداره الدور الترتيبي في الدوري، اما سموحه جه في المركز الخامس، ووصل الاهلي للنهائي بفوزه على التامين بالدور قبل النهائي بفوزه على التامين 98-71 و89-71، اما السموحه فاز على الاتحاد السكندري 62-58 وفي المباراه الثانيه 72-68. النهارده المباراه الاولى في الدور قبل النهائي بيست اوف 3، والمباراه الثانيه هتكون يوم الخميس ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده الكابتن طارق خيري والتعليمات الأخيرة لنجمات النادي الأهلي وتركيز تام من الملكة ثريا وبرنسيسات كرة السلة بالنادي الأهلي بيتابعوا وبيشوفوا تعليمات الكابتن طارق ولحظات، وهنبدأ مع حضراتكم المباراة. وبيبدأ اللاعبات لقراءة الفاتحة قبل المباراة ولحظات، وهنبدأ مع حضراتكم. بيتوجه لاعبات الاهلي للنزول لارض الملعب. نادين السلعاوي وثريا، اقول لحضراتكم كده الخماسي، وبيكو يمكن رجعوا تاني. هنبتدي نشوف كده مين هينزل في الملعب، اول خمسه واول تشكيل. ولحظات وهنبدا كره القفز. النادي الاهلي هيكون على يسار حضراتكم ونادي سموحه على يمين حضراتكم. نادين وثريا وميرال ورنيم الجداوي
وهنبدا والكوره مع النادي الاهلي، يعني الحيازه اللي جايه حيازه سموحه، والكوره مع بيكو، بيكو ناحيه الشمال تحاول تلعبها تتقطع منها تعدي خط النص، جنى مصطفى، جنى وصراع على الكوره، وهنشوف مخالفه المشي بالكوره، مخالفه المشي بالكوره بالفعل على نادي سموحه، وبيكو هتطلع الكوره من الحد النهائي. بيكو لنادين، لبيكو تاني، هات وخد، بتعدي نص الملعب، بتقفل عليها انجي صلاح لنادين، ونادين بتحاول تخترق، ترجع بالكره تاني لرنيم، لنادين تاني، وبتعدي نادين، وخطأ الشخصي لصالح نادين هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على ملك سامي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب نادين الرمية الحرة الأولى. وبتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى، واحد لا شيء لصالح النادي الأهلي. هتصوب الرمية الحرة الثانية. وبتنجح في التسجيل، اثنين لا شيء. الكرة مع سموحة. انجي صلاح تلعبها ناحية اليمين لإيميلي، لإنجي تاني، إنجي تلعبها الجنة، وتصويبة من إيميلي في سن الحلقة، وتحاول تلم الكرة ولكن أوت سايد على سموحة. تحاول ريم أسامة تلم الكرة وتطلع منها أوت سايد. مرار بتطلع كرة لبيكو، وفي إيقاف للملعب، في حوار ما بين ثريا وحكم المباراة. بيكو معاه الكورة، بيتعدي نص الملعب، تلعبها لثريا، ثريا لنادين، نادين بتفكر كده هنشوف ثلاثية ولا إيه؟ لا، تلعبها لرنيم اللي بتصوب طويلة في سن الحلقة من فوق، تروح لسموحة، تاخدها جنة مصطفى، تلعبها لإنجي صلاح ناحية اليمين، إنجي بتعدي نص الملعب الناحية الشمال لجنة اللي بتصوب ثلاثية. جنة أول ثلاثية في المباراة من نصيب سموحة، ثلاثة سموحة، اثنين الأهلي، ثريا، ويلا يا ثريا، وثريا تسقط الكرة جميلة لرنيم وتاخد أوت سايد لصالح النادي الأهلي من الحد النهائي. بيكو تطلع الكرة لثريا، ثريا بيتسقط الكرة لرنيم ومحاولة، ولكن تروح الكرة لإنجي صلاح، إنجي بتقفل عليها بيكو، تلعبها ناحية اليمين وتصويبة من إيميلي في سن الحلقة، تلم الكرة على طول رنيم، رنيم بتعدي، تلعبها لبيكو، بيكو الميرال لرنيم، وخطفيه عكسيه ولكن بتقع من على الحلقه، ما بتنجحش في التسجيل. تروح الكره لانجي، انجي بتعمل لها ستار جنه، وتصويبه طويله من ريم اسامه، ما تنجحش في التسجيل. تروح الكره لمرال وداخله على الباسكت، تلعبها بره لبيكو في نص الملعب، لرنيم، لثريا، لنادين، والثلاثيه، الثلاثيه نادين السلعاوي، ثلاثيه 5-3 النادي الأهلي. شوفوا الثلاثية، شوفوا الثلاثية والإعادة والجمال والتسجيل. نادين السلعاوي أول ثلاثية من نصيبها في فريق النادي الأهلي. تروح الكرة لرنيم، تتقطع الكرة، تاخدها ريم أسامة، وريم تتكعبل في الكرة كده، نشوف مفيش قرار، وبتسجل نقطتين. هل في قرار ولا لأ؟ في قرار، والكرة مخالفة المشي بالكرة من خارج الحدود. بيكو لنادين، لبيكو تاني، بتعدي نص الملعب، بيكو تلعبها لنادين، وتصويبه في سن الحلقه، شكلها حلو يا نادين في سن الحلقه. تروح الكوره لسموحه، لإيميلي،
تلعبها عكسيه لريم اسامه اللي بتصوب ما تنجحش في التسجيل، تروح الكوره لرنيم الجداوي لميرال، وداخله ميرال بتقف في الهواء لكن تلعبها جامده شويه ما تنجحش في التسجيل، تروح الكوره لسموحه، انجي صلاح، انجي بتدور على حد بتلعبها لجنه، وتصويبه من جنه في سن الحلقه وتنزل تخبط في ثريا وتخرج خارج الملعب اوت سايد على النادي الاهلي. 5 الاهلي 3 سموحه، واربع دقائق من زمن الفتره الاولى، بنلعب في الدقيقه 4، وجنه بتصوب بتسجل نقطتين والتعادل 5-5. بيكو تلعب لرنيم، ورنيم بتحاول تعدي ومخالفة المشي بالكرة، مخالفة المشي بالكرة على رنيم، ورنيم هنا بتشتكي للحكم بتقول فيه شدة، هنشوف كده في الإعادة، يعني هي الشاشة اللي بتتكلم. الكرة مع إيميلي، إيميلي هتحاول تعدي، تلعبها لريم اسامه اللي بتصوب في سن الحلقه، تلمها نادين، وهجمه سريعه وتلعبها قدام على طول لثريا، وداخله ثريا، يا سلام يا ثريا، بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 7 الاهلي 5 سموحه. انجي صلاح تحت الباسكت وعكسيه من جنه ما بتنجحش في التسجيل، وخطا شخصي على جنه، تعترض مرال كده وهي بتلم الكوره، هيستوجب ادخال الكوره من الحد الجانبي. بيكو لنادين، نادين بتعدي من نص الملعب، سقطها لرنيم، ورنيم عكسيه خطافيه وتاخد خطا شخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطا شخصي على ملك هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الأولى بتنجح في التسجيل ترفع نتيجة ل 8-5. هتصوب الرمية الحرة الثانية في سن الحلقة، تحاول تلم الكرة ولكن تروح لإنجي صلاح، إنجي بتعدي، تلعبها لإيميلي، إيميلي بتقف كده وتصوب وبتسجل نقطتين إيميلي، ترفع النتيجة ل7 سموحة 8 الأهلي. بيكو داخلة، بيكو وتصويبة في سن الحلقة من بيكو، تروح الكرة لسموحة وهجمة سريعة وتخرج خارج الملعب اوت سايد، اوت سايد لصالح النادي الاهلي من الحد النهائي. كرة رايحة على طول اهي، ما لمستش حد، ما لمستش نادين، وتبقى اوت سايد على سموحة. ثريا، ثريا بتحاول تعدي، ثريا تعملها ستار رنيم، تلعبها لبيكو ناحيه الشمال لرنيم، تتقطع الكره ترجع لبيكو، بيكو لنادين، نادين تسقط لرنيم على خط الرميه الحره وتصوب وتسجل نقطتين ترفع النتيجه 10-7 لصالح النادي الاهلي. فاضل 4 دقائق 20 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى، والكوره مع انجي صلاح، تلعبها لآية فتح الله اللي بتصوب ما تنجحش في التسجيل، وهجمة سريعة واتنين على واحد، وتدخل نادين السلعاوي وتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 11-7. انجي صلاح تلعبها لإيميلي، لإنجي تاني، انجي في نص الملعب مقفول عليها من بيكو، تلعبها لريم، وريم بتعدي، وخطأ شخصي على رنيم الجداوي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى
هتخرج جنة مصطفى من سموحه، نشوف مين اللي نزل مكانها. ملك عبد القادر. هتصوب الرميه الحره الثانيه. بيكو هتطلع الكره لسرية. ونزلت رضوى محمد في الصفوف الاهلي مع الكره. رضوى بتعدي، رضوى تلعبها بره لميرال اللي بتصوب، بتدخل الحلقه وتخرج، تروح الكره لسموحه. انجي صلاح، انجي تلعبها ناحيه اليمين لايه فتح الله، لانجي تاني، ايميلي، وتصويبه من ايميلي ثلاثيه ترفع النتيجة ل 12-11. رضوى محمد، رضوى سقط الكرة لنادين، وخطأ الشخصي لصالح رنيم الجداوي، تم دفعها من الخلف من ملك عبد القادر، هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. رضوى تلعب على سوريا، سوريا سقط الكرة لرنيم، لسوريا تاني، سقطها رنيم، يا سلام يا سوريا، سلام يا رنيم، يا سلام يا رنيم. رنيم بتصلح الغلطة الأولى وعلى طول بتلم كرتها وتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 13-12. انجي صلاح تلعبها ريم، ريم بتسقط الكرة لمالك اللي بتصوب، تروح الكرة على طول للنادي الاهلي. رضوى وهجمه سريعه تلعبها لميرال، وداخله ميرال، داخله ميرال، ويا سلام يا ميرال، يا سلام يا ميرال. هنبدا اهو نقول يا سلام، وصوتنا يبتدي يعلى مع المباراه في اللمحات الجميله والتصويبات الرائعه والتسجيل للسلات في المباراه. 15-12 وتصويبه ثلاثيه لصالح سموحه. 15-15 آية فتح الله. حتى الآن ثلاث ثلاثيات من نصيب سموحة وثلاثية من نصيب الأهلي. بتبعد الكرة من قدام ميرال أو سايد لصالح النادي الأهلي. رضوى سقطها على طول لنادين، ونادين بتصوب وتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى. بتنجح في التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية. بتنجح بالتسجيل ترفع النتيجة ل 17-15. الكرة مع سموحة، تتقطع الكرة ترجع لسموحة تاني، ايميلي، وخطأ شخصي على النادي الأهلي. خطأ شخصي من الحد الجانبي، وفي حوار كده ما بين الكابتن طارق وكابتن ايمن عوض على الخطأ الشخصي. ريم أسامة تلعب الكرة، بتستغل كده الرضوة مدياها ظهرها، فتضرب الكرة في ظهرها وتدخل الملعب تاخد الكرة، وكتير نبينا ان اللاعب ما يديش ظهره ابدا للي بيدخل الكرة. وتصويبة ثلاثية نادين السلعاوي، ثلاثية نادين، يا سلام يا نادين. 20-15 الثلاثية الثانية لنادين. انجي صلاح تلعب الكرة لملك عبد القادر، وتصويبة من آية ما تنجحش في التسجيل، تروح لانجي، انجي الملك، ايميلي، وتصويبة في سن الحلقة تلمها نادين.
لسوريا، وسوريا تلعبها طويله لميرال ومحاوله وتاخد خطا شخصي. رنيم الجداوي هيستوجب رميتين حرتين. 44 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى، 20 للاهلي 15 سموحه، ورميتين حرتين للنادي الاهلي. هتصوب رنيم الرميه الحره الاولى بتنجح التسجيل 21 15. هتصوب الرميه الحره الثانيه تنجح في التسجيل. وبتنزل فريدة وائل وبتخرج رنيم الجداوي. هنجي صلاح تلعب ريم أسامة. ريم بتعدي بتعمل لها ستار إيميلي. تتقطع منها الكورة، يا سلام يا رضوى، ورضوى وطويلة لنادين. يا سلام يا نادين، يا سلام يا نادين، يا سلام يا فريدة. تلاقي فريدة داخلة فاضية بتلعب لها الكورة على طول، بتطلع فريدة تسجل نقطتين ترفع النتيجة 24 15. محاولة وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين لصالح سموحة. ريم أسامة وخطأ الشخصي على رضوى. هتصوب الرمية الحرة الأولى. تنجح التسجيل ترفع النتيجة 16 سموحة 24 الأهلي. تصوب الرمية الحرة الثانية. تنجح التسجيل ترفع النتيجة 17 24. ثريا بتعدي نص الملعب. ثريا بتقفل عليها إيميلي. بتعدي منها. بتلعب المرال ولكن بتنتهي احداث الفتره الاولى اعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الاهلي 24 17 سموحه. دقيقتين استراحه ونعود لحضراتكم مع بدايه احداث الفتره الثانيه. مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي عشاق الفانيلا الحمراء، عودة إلى صالة برج العرب ومباراة الأهلي وسموحة وأحداث الفترة الثانية اللي انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 24-17. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الثانية. الفترة الأولى شهدت ثلاث ثلاثيات لسموحة، آية فتح الله، إيميلي إيطالي وجنة مصطفى، وثلاثيتين للنادي الاهلي ولا اروع من نادين السلعاوي. 24 الاهلي 16 زي ما اللوحه الرئيسيه في الملعب، 16 سموحه. وهيبدا الحيازه الفتره الثانيه مع سموحه لان الاهلي خد الحيازه من كره القفص. الكره مع سموحه. انجي صلاح طبعا السكور زي اللوحه الرئيسيه 24 16. الكوره مع ريم اسامه. ريم اسامه لانجي صلاح وخطا الشخصي لصالح سموحه. خطا الشخصي هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. إيميلي بتحاول تعدي، تقطع منها الكوره نادين، وداخله نادين، داخله نادين على الباسكت، داخله نادين وتسجل نادين ترفع النتيجه ل 26 الاهلي 16 سموحه. قلنا في بونت زياده عندنا على الشاشه بتاعتنا احنا عن اللوحه الرئيسيه اللي في الملعب. 26 16. خطا الشخصي لصالح سموحه. شكرا الإدارة الفنية بقناة النادي الأهلي على طول تم التصحيح، وطاقم الإخراج المميز، ورميتين حرتين لسموحة. بتصوب الرمية الحرة الأولى ما بتنجحش في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية.
تنجح تسجيل ترفع النتيجة ل 17-26. رضوى تلعبها ناحية الشمال ليارا لفريدة لرضوى لثريا. ثريا هنشوف ثلاثية يا ثريا. لا دخلت ثريا وبتصوت في سن الحلقة، تلم الكرة يارا لنادين وتصويبة في سن الحلقة من جوه، تروح الكرة لسموحة، ريم أسامة بتعدي ريم وتصوب ريم وبتسجل ريم، ترفع النتيجة ل 19-26. رضوى واقفة ثريا ووقفة صحيحة عدت منها، فمفيش أي احتكاك، فمفيش أي خطأ شخصي. الكرة لصالح النادي الأهلي من الحد الجانبي. رضوى هتطلع الكرة أوت سايد، هي خرجت بالكرة خارج الملعب، تبقى الكرة الأهلي. ثريا نادين وداخلة نادين تقف على كورتها، تلعب الكرة ليارا ويارا عكسية خطافية ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لإيميلي تعدي نص الملعب إيميلي وتصوب سن الحلقة، تروح الكرة على طول لفريدة، فريدة وائل ليارا، ثريا في نص الملعب، ثريا وتصويبة وكادت أن تفعلها، دخلت الحلقة وخرجت تاني، معلش يا ثريا، ولكن النهاردة أكيد في ثلاثيات من ثريا، وخطأ شخصي على ثريا. يعني هنشوف كده الكرة تاني، ثريا واقفة، يعني هي فيها حركة بسيطة كده من ثريا، عشان كده الكابتن أيمن عوض بيمثل الخطأ الشخصي بجسمه، بيقول لها أنت حركت جسمك وهي داخلة. رميتين حرتين لصالح سموحة، ريم أسامة ما تنجحش في التسجيل، هتصوب رمي الحرة التانية. تنجح التسجيل ترفع النتيجة ل 20-26. في تغيير، نشوف مين اللي هينزل، هتخرج ثريا وهتنزل رنيم الجداوي. فريدة هتطلع الكرة تلعبها الرضوى، الرضوى هتعدي نص الملعب، تباصي الكرة على طول ناحية الشمال، تروح الكرة الرنيم، الرنيم لرضوى، ورضوى تسقط الكرة ليارا، تلعبها طويلة عالية على فريدة تخرج خارج الملعب أوت سايد. إنجي صلاح ناحية اليمين لريم أسامة، ترجع الكرة تاني لإنجي لرنا، تقطع الكرة على طول رنيم الجداوي، ورنيم داخل على الباسكت، رنيم تلعبها بره ليارا لفريده وائل، عفوا فريده المرال لرنيم، ورنيم سقط الكره وتصويبه نقطتين لصالح النادي الاهلي، ترفع نتيجه ل 28-20. يارا اسامه بتنجح تسجيل النقطتين 28-20. ومحاوله على الباسكت تروح للنادي الاهلي، رضوى تلعبها ناحيه اليمين لفريده اللي بتصوب في سن الحلقه من فوق، واوت سايد على ميرال اشرف، تحاول تلم الكره بتخبط الكره في ايديها وتخرج خارج الملعب اوت سايد. انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم الاهلي 24-16، وحتى الآن 28-20، يعني تعادل حتى الآن في الأربع دقايق
اللي بتلعبه. يعني الاهلي سجل 4 نقاط وسموحه سجل 4 نقاط في الفتره الثانيه. قرأ سلوك الرياضي على سموحه، خطأ سلوك الرياضي على جنى مصطفى، هيستوجب رميتين وحيازه. هتصوب رنيم الرميه الحره الاولى تنجح في التسجيل ترفع النتيجه ل 29-20. هتصوب الرميه الحره الثانيه تنجح تسجيلها ترفع النتيجه ل 30-20. حيازه للنادي الاهلي بزمن هجمه 14 ثانيه. رضوى طلع الكوره في تغيير في صفوف سموحه، بتخرج ريم اسامه وبتنزل ايميلي. محاوله على الباسكت ونقطتين بتنجح فريده في تسجيلهم 32-20. والكره مع سموحه، رنا محمد لانجي لرنا وتصويبه سن الحلقه وصراع على الكوره، واتنين زمايل مع بعض من سموحه، يعني الاتنين دخلوا على بعض، خرجوا بالكوره اوت سايد لصالح النادي الاهلي. بصوا حضراتكم اهي دفعت زميلتها وخرجت خارج الملعب، بنقول لها سلامات. وبتخرج انجي صلاح لاعبه مميزه في صفوف سموحه. رضوى فريده وائل تلعب الكوره لميرال، تتقطع الكوره تروح لسموحه ايميلي، وخطا الشخصي كابتن عماد محمود بيطالب باسلوب غير رياضي، ولكن هنا ما كانتش هجمه واعده. يعني الهجمات الواعده اللي بنقول عليها اما بيبقى في قطع للكوره ومنع هجمه سريعه مرتده على الباسكت، يبقى اللاعب هو المتقدم على الباسكت او اللعيبه هي المتقدمه ومتجهه للباسكت او هتعمل فاست بريك سريع للباسكت، دي من الحالات. انما الكوره دي ما فيهاش من الحالات اللي تستوجب سلوك رياضي. هنا العبسي تلعبها الجنه وتصويبه سن الحلقه من فوق، تلمها فريده وائل وفريده بتحاول تعدي تقف على كورتها، تلعبها الرنيم وطويله وتصويبه من رضوى بعيده عن الحلقه، تلم الكوره يارا اسامه لفريده، وفريده عايزه تعملها خطافيه عكسيه ولكن تقطع منها الكوره، تروح الكوره لهنا العبسي. هنا الزون مفتوح قدامها ولكن بتقف على كورتها، تلعبها بره وتصويبه في سن الحلقه، تلم رنيم الكوره وطويله لفريده، فريده تلعبها الميرال وميرال طلعها الرضوى اللي بتصوب في سن الحلقه، شكلها حلو يا رضوى. ترجع تاني الكره لرضوى، رضوى تلعبها الميرال وهتجرب حظها مع الثلاثيه في سن الحلقه، تاني بره لفريده وائل لرضوى لميرال لرضوى وتصويبه في سن الحلقه، تروح الكوره خارج الملعب اوت سايد لصالح سموح. وقت مستقطع بيطلبه كابتن عماد محمود المدير الفني لسموحه، ولاعبات الاهلي خرجوا كده. هنسمع كده ونتابع مع حضراتكم ونشوف تعليمات الكابتن طارق للاعبات ايه خلال الاربع دقائق و15 ثانيه المتبقيين من احداث الفتره الثانيه. ٣٢ الاهلي ٢٠ سموحه، 4 دقائق 15 ثانيه. وادي الكابتن عماد محمود يسار الشاشه بيدي تعليماته للاعبات سموحه، وانتهى الوقت المستقطع. حوارات فنية ما بين الكابتن
اكرم والكابتن علياء طبعا المحلل التقني، فاكيد فيه لمحات فنيه بيتشاوروا فيها المدربين المساعدين للكابتن طارق خيري. انتهى الوقت المستقطع واللاعبات في طريقهم للملعب، وحوار ما بين نادين ورضوى وفريده. نشوف فيه اكيد طريقه لعب معينه وخطه معينه غزال مصر الكابتن طارق خيري قالها اللاعبات، عشان كده بيتشاوروا فيها وهم نازلين. الكره مع سموحه بتعدي نص الملعب، تلعبها الرنا لانا العبسي ناحيه اليمين لإيميلي، ايه فتح الله وتصويبه من إيميلي الثلاثيه الثانيه. إيميلي 23 سموحه 32 الاهلي. وتجديد لزمن الهجمه والكره لصالح النادي الاهلي. ميرال تلعب الرضوى لرنيمو، تصويبه بعيد عن الحلقه، تلمها يارا لفريده وائل وفريده الرضوى. الرضوى لرنيمو، تصويبه مع اخر ثانيه ولكن تروح لسموحه. ايميلي بتعدي، ايميلي ترجع تاني، مقفول عليها كويس دفاعات الاهلي، قافل المنطقه كويس قوي، وتصويبه ثلاثيه لصالح سموحة. تروح الكرة لميرال وخطأ شخصي. شوف كده الثلاثية اللي اتلعبت، رنا محمد 26 سموحة 32 الآلي، والكرة مع الآلي وميرال، هترد ميرال في سن الحلقة ومحاولة على الباسكت من رنيم، وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى، وفي إيقاف الملعب في تغيير. شايف كده فريدة وائل بتخرج هي ورضوى، وهنشوف مين اللي نزل. بتصوب الرمية الحرة الأولى رنيم، بتنجح في التسجيل. وتصاوب الثانية، تروح الكرة على طول لميرال. ثريا نزلت هي ونادين ورنيم، ومحاولة بعيدة عن الحلقة، ترجع كرة تاني لميرال، تقطع منها الكرة، تروح لآية فتح الله. آية تلعبها لهنا العبسي، العبسي بتعدي، بتقفل عليها نادين، بتحاول تعدي، مرال قافلة عليها، تلعبها لإيميلي، وإيميلي ولكن ثريا بتقفل عليها، ولكن في النهاية خطأ الشخصي على ثريا يستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح إيميلي إيطلي، وفي تغيير، سموحة بتخرج رنا محمد، بتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية تنجح في التسجيل، ترفع النتيجة ل 27-33. ثريا لميرال، ميرال بتعدي، تلعبها لنادين، لثريا، لرنيم اللي بتصوب في سن الحلقة، تلم الكرة ميرال وصراع على الكرة، والاحتكام لسام الحيازة، سام الحيازة لصالح النادي الأهلي. اللي بدأ أحداث الفترة الثانية كان سموحة، يبقى سام الحيازة على طول لصالح النادي الأهلي. فريدة تطلع الكرة لنادين، نادين بتعدي، تلعبها لثريا، ثريا
بتصوب ثريا الثلاثيه. ثريا، ايوه كده يا ثريا. ثريا بتسجل اول ثلاثيه ليها في المباراه، ترفع نتيجه ل 36 27. املي وتصويبه لمنادين، منادين بتعدي وهجمه سريعه، تقف على كورتها تلعبها لميرال، ميرال تسقطها تحت الباسكت لنادين، بتخبط في الحلقه وهي رايحه لها، تروح لسموحه، هنا العبسي تلعبها ناحيه اليمين لريم اللي بتصوب، ولكن صراع على الكره تاخدها يا فتح الله، ومخالفه المشي بالكره على سموحه، مخالفه المشي بالكره. على ريم، كرة مع ثريا، ثريا بتعدي من ناحية الشمال، تنزل على نص الملعب، تخبط الكرة كده في رجلها وهي بتعمل الدريبل، ولكن تسيطر عليها تاني بسرعة، تديها لنادين، ونادين بتسقط لرنيم، ولكن تتقطع الكرة وهجمة مرتدة ومحاولة على الباسكت من آية فتح الله، وخطأ الشخصي على نادين هيستوجب رميتين حرتين. تنزل انجي صلاح في صفوف سموحه، هتصوب ايه الرميه الحره الاولى، هتصوب الرميه الحره الثانيه، تنجح بالتسجيل ترفع النتيجه ل 28 36. دي على نهاية أحداث الفترة الثانية أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الأهلي، والكرة مع ثريا لميرال، نادين وتصويبة في سن الحلقة من نادين، ومحاولة ولكن أوت سايد لصالح النادي الأهلي، تخبط الكرة في إيد جنة مصطفى وتخرج خارج الملعب أوت سايد. ثريا طلع الكرة، وعكسية خطافية جميلة من رنيم الجداوي، بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 38 28. آية تلعبها لإنجي، وإنجي داخلة على الباسكت ومحاولة في سن الحلقة، تلم الكرة على طول رنيم الجداوي، وتلعبها طويلة ناحية الشمال لميرال، ويا سلام يا ميرال، يا سلام يا ميرال، ولكن دايسة على القوس يا ميرال، دايسة على القوس يا ميرال. بص حضراتكم هي داست على القوس على طول، تتحسب بنقطتين. يعني هي تستحق ثلاثة ولكن دايسة على القوس بنقطتين. 40 30 وانتهت أحداث الفترة الثانية أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عشاق كرة السلة، عشاق الفانيلا الحمراء، وشاهدي قناة النادي الأهلي، بتقدم الاهلي على سموحه 40 30. عوده الى كابتن هيثم السعيد والاستوديو التحليلي وضيوفه الكرام كابتن شريف علي وكابتن اسلام علي، ونلتقي مع احداث الفتره الثالثه والرابعه بعد الاستوديو التحليلي. شكرا لحضراتكم، كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن شريف علي والكابتن اسلام علي، مشاهدينا الاعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الاهلي، مرة اخرى عودة الى الصالة المغطاة ببرج العرب، واحداث الشوط الثاني لفترتي الثالثة والرابعة بين الاهلي وسموحة، اللي انتهت احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 40 سموحة 30. هفكر حضراتكم كده بتشكيل الفريقين، الاهلي بيمثلوا شيكلي، ميرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، نرمين ايمن، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، حبيبه محمد، بيكو، يارا اسامه، جيده خالد. اما
سموحه بيمثلوا هنا العبسي، ايه فتح الله، ايمالي ايطالي، ريم اسامه، انجي صلاح، رنا محمد، ملك عبد القادر، ملك سامي، فريده طارق، ايتن ايهاب، نور المهدي، جنه مصطفى. يحكم لقاء اليوم الطاقم السكندري ايمن عوض، دينا احمد، سلمى بلال، وعلى الطاوله شيماء اسماعيل، احمد عبد الحميد، عمرو سامي، مهند محمد. اعزائي المشاهدين، انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم الاهلي 24-16، والفتره الثانيه 40-30. في انتظار انطلاق احداث الفتره الثالثه واخر تعليمات الكابتن طارق خيري قبل احداث الفتره الثالثه وانطلاق الفتره، واذكر حضراتكم كده بموعد المباراه الثانيه في البيست اوف 3 يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعه 8 مساء. ايضا النهارده بيلتقي جزيره سبورتنج والجزيره، وهيلتقوا الساعه 8 باذن الله، ويوم الخميس هيلتقي الجزيره وسبورتنج الساعه 6 ان شاء الله. طبعا الفائز في مباراتين هيؤهل للمباراه النهائيه ونهائي الدوري السوبر. اما لو حصل تعادل المباراه ومباراه هنلعب المباراه الثالثه. قراءه الفاتحه من لاعبات الاهلي قبل النزول لاحداث الفتره الثالثه. ولحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث الشوط الثاني بفترتين. نادين بتنزل ارض الملعب، والناحيه الثانيه لاعبات سموحه، ريم اسامه، وسوريا نازله في الاهلي، فريده وائل، ومرال اشرف، ورنيم الجداوي، ايتن ايهاب هتطلع كوره، ايتن ايهاب تلعب الكوره لانجي صلاح كده. نادي سموحه على يسار حضراتكم والاهلي على يمين حضراتكم، ليه ريم اسامه، ايتن، وتصويبه من ايتن في سن الحلقه، تلم الكره على طول فريده تلعبها لسريه، سريه الفريده، فريده ناحيه الشمال لمرال، مرال بتحاول تعدي تلعبها بره الفريده، وفريده بتعدي ولكن تتقطع منها الكره، تقطعها انجي صلاح، والداخل انجي صلاح تلعبها ناحيه اليمين لايتن، وتصويبه وبتسجل نقطتين لصالح سموحه 32-40. ثريا ميرال سقطها لرنيم، وتصويبه بعيده عن الحلقه، تلم الكره فريده وائل لثريا، وتسقطها تحت الباسكت لرنيم، تقع بالكوره وتنتهي زمن الهجمه دون فعاليه. بينجح دفاع سموحه انه وقف هجمه النادي الاهلي. انجي صلاح بيطلع الكوره لايميلي، لانجي، ايميلي ناحيه الشمال، لريم، لانجي في نص الملعب، صناعة اللعب المميزة بصفوف سموحة، ايمالي ناحية الشمال، وتحاول تعملها خطة فيها ولكن قصيرة، وخطأ الشخصي على ايمالي، خطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. رنيمة تطلع الكرة لثريا، تلعبها ناحية الشمال لمرال، مرال بتسيبها لفريدة، فريدة النادين، ونادين بتصوب ثلاثية، نادين ثلاثية، نادين السلعاوي، هل في صفارة مع التصويبة ولا لا؟ هنشوف مع حضراتكم. بالفعل في رمية حرة إضافية 43-32، ورمية حرة إضافية بتنجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية 44-32،
والكرة مع سموحة، ريم أسامة، وريم تلعبها لأيتن تحت الباسكت لإيطالي، ومحاولة ما تنجحش في التسجيل، تروح لرنيم، ورنيم بتعدي تقف على كرتها، تلعبها ناحية اليمين لثريا، وتصويبة في سن الحلقة من ثريا، تروح الكرة على طول لملك سامي، ملك تلعبها طويلة لريم أسامة، وداخلة ريم، داخلة ريم، وخطافية عكسية في سن الحلقة، وتاخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على ميرال أشرف هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى ريم، تنجح بالتسجيل، ترفع النتيجة ل 33-44. هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح التسجيل 34-44. ثريا، ثريا بتقول لرضوى اطلعي قدام، بتلعبها لرضوى، رضوى لنادين، لرنيم، وتصويبه في سن الحلقه، تروح الكره على طول لايتن، ايتن تلعبها لانجي صلاح، انجي بتمتلك مهارات مميزه، انجي بتعدي، انجي يا سلام على بتشيل الكوره، رنيم الجداوي تطلع كده وتشيلها من فوق من اعلى نقطه تحت الباسكت، ومحاوله ونقطتين، وخطا الشخص هيستوجب رميه حره اضافيه. رميه حره اضافيه لرنيم الجداوي في سن الحلقه، تلم الكره على طول انجي، وانجي بتعدي، وداخله انجي، داخله انجي وعكسيه، شكلها حلو يا انجي، وتروح الكره لثريا، ثريا، وخطا الشخصي على ايميلي ايطالي هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. ثريا هتطلع الكره، ليه رنيم، ولكن ما تلحقش تمسك الكرة، تخرج منها خارج الملعب اوتسايد. الكرة مع سموحة، ايميلي تلعبها لانجي، تقطع الكرة ميرال، وتلعبها على طول لرضوى اللي بتسجل نقطتين، ترفع النتيجة ل 34-36 عفوا. قضى الشخصي على الأهلي هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي على رضوى. قضى الشخصي فعلا قبل خط النص. ليه؟ إيه اللي هيفرق؟ إنها لو هتلعب من قبل خط النص وبعد خط النص، لقبل خط النص بيتجدد لها زمن الهجمه ال 24 ثانيه كامله، انما لو بعد خط النص هتلعب بالباقي من زمن الهجمه لو اكتر من 14 ثانيه. بتخرج ثريا والكره بتتقطع، تروح للنادي الاهلي، رنيم، ورنيم بتصوب بتسجل نقطتين 50-34. وحوار ما بين الكابتن عماد محمود الرايق وايتن، رمية حرة إضافية وبتخرج أيتن، واضح كده إن الكابتن محمود سحبها، في تعليمات كابتن عماد محمود، في تعليمات أكيد عشان يقولها لها. إنجي صلاح لآية فتح الله، ريم أسامة، ريم تلعبها بره لإيميلي، ملك، وصراع الكره ما بين ملك وميرال، والحكم بيحسم الصراع، هنشوف القرار ايه من الكابتن دينا احمد. الكره لصالح الاهلي، رضوى، ست دقايق
على نهاية أحداث الفترة الثالثة 51-34، ورضوى داخلة على الباسكت، داخلة رضوى على الباسكت، وخطافية بتخبط في سن الحلقة، تروح الكورة لإنجي صلاح، وإنجي بتعدي إنجي، وفي منطقة صعب إنها تصوب منها بتلعبها بره الإيميلي اللي بتصوب، بتخبط في سن الحلقة من جوه، وترد على طول للنادي الأهلي الرنيم لرضوى، ورضوى تقف على كورتها تلعبها بره لنادين، ونادين تلعبها لدينا عمرو اللي بتصوب، كابتن فريق النادي الاهلي دينا عمرو، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو كابتن فريق الاهلي، وريم اسامه كابتن فريق سموحه. ميرال بتلعب الكره لرضوى، ورضوى تلعبها لرنيم، ورنيم بتصوب طويله بعيد عن الحلقه، تروح الكره لاميلي. ايميلي بتهدي كده مستنيه زميلتها تطلع قدام، تعمل لها ستار آية فتح الله، بيتعدي ايميلي، مقفول عليها من نادين، وخطأ الشخصي على نادين. نشوف كده مع حضراتكم، يعني دراعها الشمال نزل عليها، خطأ الشخصي على نادين. في تغيير، يارا أسامة بتستعد للنزول وبتخرج رنيم الجداوي. انجي ريم أسامة ملك سامي، وتصوب ملك، تروح الكرة لنادين، ونادين طلع لها رضوى قدام، بتعدي نادين، تلعبها الميرال، ميرال بتسقطها ليارا، وخطأ شخصي على ريم أسامة. خطأ شخصي على ريم أسامة، كابتن أيمن عوض بيحتسب ويستوجب رميتين حرتين كده، سموحة ارتكب أكتر من 4 أخطاء شخصية. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى يارا أسامة، هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما بتنجحش في التسجيل، تروح الكورة لسموحة. إنجي بتعدي نص الملعب، إنجي تلعبها ريم أسامة كابتن فريق سموحة ريم، وتصويبة من ملك في سن الحلقة، تلمها على طول ريم أسامة وتصوب، ما تنجحش في التسجيل، والأهلي بيلم الكرة، خطأ الشخصي على ريم أسامة، يستوجب رميتين حرتين، يعني هنا رميتين حرتين بعد التصويبة، فتبقى خطأ على على المدافع، إنما لو قبل التصويبة كانت تبقى خطأ على المهاجم، فطالما على المدافع وفي 4 أخطاء شخصية يبقى يستوجب رميتين حرتين. بتصوب الأولى يارا، ما بتنجحش في التسجيل، ودايما بنقول الرميات الحرة سلاح مكسب وخسارة، بتزود الفارق للفايز وبتقرب المهزوم، ما تنجحش في تسجيل الرمية الحرة التانية. إنجي صلاح بتعدي إنجي، تلعبها لريم أسامة، طلعها بره لملك سامي، وملك داخلة وبتصوب وبتسجل، ملك سامي خطافية، تصبح النتيجة 34-52. تصويبة من نادين 36 عفوا 52. خطأ الشخصي لصالح، خطأ الشخصي على المهاجم على يارا أسامة لصالح سموح. هنا لسه بنقول الخطأ الشخصي لو في حيازة الفريق يبقى على المهاجم، لو الكرة كانت طلعت على الحلقة يبقى على، بيتحول صفته من مهاجم لمدافع على طول. انجي صلاح ايه فتح الله، تلعبها لرنا محمد تحت الباسكت لملك سامي، وخطأ الشخصي على يارا أسامة، يستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين،
تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى 37-52، تصوب الرمية الحرة الثانية تنجح في تسجيل 38-52. رضوى بتعدي نص الملعب، رضوى من ناحية الشمال بتعكس الملعب، طلعها بره لدينا، لمرال، لرضوى، لدينا، ودينا ترتكز على كورتها وتصوب، وفي صفارة مخالفة المشي بالكرة، مخالفة المشي بالكرة. هنشوف كده غيرت الارتكاز بتاعها، كده بالفعل غيرت الارتكاز بتاعها، مخالفة المشي بالكرة قبل التصويب. ريم ايميلي، ايميلي، وتلف ايميلي وتاخد خطأ الشخصي، هيستوجب رميتين حرتين. لفت ايميلي كويس وسعت لنفسها وصوبت، خدت خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. بصوا حضراتكم الكرة حلوة، ما نقدرش نتكلم غير ان احنا نقول كرة حلوة، قدرت توسع لنفسها. وهو ده دايما اللي بنقول ناشئينا، دايما وسع لنفسك من الدفاعات اللي واقفة بالخداع وانت داخل على الباسكت. بتسجل الرمية الحرة الأولى 39-52، ما تنجحش في تسجيل الرمية الحرة الثانية. كرة مع رضوى، رضوى بتعدي، رضوى تقف على كرتها، نازلة على نص الملعب لمرال وتصويبة ثلاثية. مرال ثلاثية، مرال أشرف، الثلاثية الأولى لمرال 55-39. والكرة مع سموحة، كان أثناء الإعادة في نقطتين الأهلي سجلهم 57-39. والكرة مع ملك سامي، تلعبها لنور نور المهدي، ونقطتين، نقطتين لصالح سموحة 41-57. رضوى لمرال تحت الباسكت، ومخالفة الثلاث ثواني على يارا أسامة. في تغيير في صفوف النادي الأهلي، تنزل بيكو وبتخرج رضوى، دقيقتين و17 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة، وبتنزل رنيم وبتخرج يارا أسامة. الكرة مع سموحة، نور تلعبها لإيميلي، إيميلي بتحاول توسع لنفسها، تلعبها لرنا اللي بتصوب في سن الحلقة، رنا لإيميلي بتلم الكرة وتسجل على طول نقطتين لسموحة، ترفع النتيجة ل 43-57. بيكو، رنيم وتصوب، تتقطع منها الكرة تروح لسموحة، آية فتح الله، آية تلعبها مرتدة أرضية لرنا محمد، سجل نقطتين ترفع النتيجة ل 45-57. بيكو، نادين بتعدي، نادين، نادين تلعبها عكسية لبيكو، بيكو هتخترق وتكمل، ترجع كرة برة ليه دينا، ودينا تصوب تصويبة متوسطة ما تنجحش في التسجيل، وتطلع كرة خارج الملعب. مع نهاية زمن الهجمة تبقى الكرة لصالح سموحة. انجي صلاح، انجي تلعبها في نص الملعب لفريدة اللي بتصوب في سن الحلقة، تلم الكرة على طول ملك سامي، طلعها بره وتصويبة من آية ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لرنيم،
رنين لنديم، نادين وتصوب، ما تنجحش في التسجيل، ترجع لها الكرة وخطأ شخصي لصالح رنيم، هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الثانية، ما تنجحش في التسجيل الثانية، بتسجل الأولى 58 45. الكرة مع نادين، نادين لبيكو وخطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين لصالح جايدة خالد، أول ظهور لجايدة مع أحداث الفترة الثالثة. لا، احتسب مخالفة المشي بالكرة لصالح سموح. 13 ثانية و58 45 والكرة مع سموحة، انجي داخلة انجي وبتعدي وبتخترق وبتسجل انجي، ترفع النتيجة ل 47 58. وبكده بتنتهي أحداث الفترة الثالثة مشاهدينا الأعزاء بتقدم النادي الأهلي 58 47 سموحة. دقيقتين راحة ونعود لحضراتكم مع أحداث الفترة الرابعة. عودة مرة أخرى إلى ملعب المباراة وأحداث الفترة الرابعة بين الأهلي وسموحة في إطار أولى مباريات البيست أوف 3 للدور قبل النهائي. انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة الرئيسية 58 48. انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 24 16 والفترة الثانية 40 30 للنادي الأهلي والفترة الثالثة 58 48. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة و في نقاش كده ما بين الحكام واضح على الحيازة، هيرجع يستفسر تاني من الطاولة لأن كان في حيازة لسموحة في الفترة الثالثة. بالفعل كده الحيازة للنادي الأهلي، والكرة مع سوريا، سوريا رنيم بتسقطها لسوريا تحت الباسكت ومحاولة تروح الكرة لسموحة، تخطفها نادين ومحاولة على الباسكت تاخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين 58 48. وأولى الرميات الحرة في أحداث الفترة الرابعة، نادين تصوب الرمية الحرة الأولى تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى، وتنجحش في التسجيل التاني، تروح الكرة للنادي الأهلي، محاولة من جايدة ومحاولة تاني من رنين، تروح الكرة لسموحة، رنا محمد سقط الكرة لملك ومحاولة على الباسكت تنجح تسجيل نقطتين ترفع النتيجة ل 50 59. ثريا وتصويبة من ثريا في سن الحلقة، تروح الكرة على طول لفريدة طارق، فريدة تلعبها ل انجي وداخلة على الباسكت، تحاول تلعبها كده عكسية ولكن تاخدها منها رنين، تلعبها لبيكو وبيكو الناحية التانية لسوريا، وسوريا بتعدي وداخلة بتسقطها تحت الباسكت لرنيم، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة تقطع منها وتروح لسموحة، انجي صلاح، انجي تلعبها لآية فتح الله ناحية الشمال تسقطها لملك سامي، وملك بتلف على كورتها وتصويبة في سن الحلقة، وتحاول آية فتح الله تصوب ولكن بتخبط في قدمها، يمكن شايفين اهو كابتن ايمن عوض بيشاور كده انها خبطت في رجليها وخرجت خارج الملعب اوت سايد. في تغيير في صفوف سموحه يمكن يحسب للجنه الحكام بقياده الكابتن احمد الفلكي والكابتن محمد جلال، الدفع بالحكام الشباب الصاعدين
وحتى الآن طبعا ملناش إن احنا نقيمه، ولكن أدائهم يعني مقبول ومتميز، ينبئ بوجود حكام في المستقبل كويسين في إدارة المباريات. أوت سايد لصالح سموحة، إنجي صلاح، ملك تلعب كرة لإنجي صلاح وتصويبة ثلاثية ثلاثية. بقول لحضراتكم إنجي صلاح لاعبة مميزة في صفوف سموحة. بصوا حضراتكم مع اللوحة كده وثلاثية جميلة، اللعبة الجميلة ما نقدرش نقول عليها غير جميلة. بترد عليها ثريا في سن الحلقة، تروح الكرة ليه؟ سموحة، ملك عبد القادر، انجي صلاح، تحاول تعدي انجي، تلعبها بره لملك عبد القادر وتصويبه في سن الحلقة، تلمها نادين، نادين بتعدي، نادين تلعبها لثريا وتصويبه، بتدخل الكرة وتخرج، حظك وحش يا ثريا. وهجمة سريعة لسموحة، آية فتح الله، ملك لإنجي، إنجي بتعدي، تلعبها بره ليه؟ فريدة وتصويبة بعيدة خارج الملعب أوتسايد، تصويبة من فريدة طارق خارج الملعب أوتسايد. في تغيير في صفوف الأهلي، شايف كده فريدة بتستعد، جايدة بتطلع، هنشوف مين اللي نزل مكانها لأن فريدة لسه بره. ميرال بتنزل، ميرال والكورة مع رنيم لثريا، تقطع الكورة وهجمة سريعة، تاخدها آية، وآية ترجع الكورة بره لإيميلي وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكورة وخطأ شخصي على آية فتح الله، خطأ الشخصي على آية فتح الله. خطأ شخصي من الحد الجانبي، مربي تطلع الكورة، تقطع الكورة، ولكن في صفارة مخالفة المشي بالكرة على آية فتح الله. بص حضراتكم، لا كده احتسب على الاهلي، والكرة مع سموحة، ايميلي، وخطأ الشخصي على بيكو هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. انجي بتدور على حد تديله طويله خارج الملعب بره، اوت سايد لصالح الاهلي، هتتلعب من نفس المكان لانها ما لمستش حد، فبتتلعب من نفس المكان. ميرال اشرف، بيكو بتعدي، بيكو وتصوب في سن الحلقه، تروح الكره على طول لايميلي، ايميلي تلعبها مرتدة ولكن يقطعها لاعبة الاهلي، بيكو باصة طويلة لثريا تحت الباسكت لرنيم وتتقطع منها الكرة، هجمة مرتدة فريدة طارق، تلعبها الآية وتصويبة من آية، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة ايميلي، تقفل عليها مرال، تلعبها عكسية ليه ايتن وتصويبه من انجي، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكره لميرال اشرف وباصه طويله تحت الباسكت لرنيم خارج الملعب اوت سايد لصالح سموح. يمكن بيغيب
عن الاهلي النهارده ندى نافع وان هو شتا للاصابه، بنقول لهم سلامات. وشيكلي بالرغم انها مسجله ولكن ممكن تكون لسه برضو مش جاهزه، بنقول لها سلامات. وكرة مع سموحة، ايتن تلعبها لإيميل، وتصويبة بتسجل نقطتين 55-61، 5 دقائق على نهاية أحداث الفترة الرابعة والمباراة. 61 الأهلي، 55 سموحة. وكرة مع سوريا لرنيم، رنيم هتعدي رنيم، وداخل رنيم وتلعبها خطافية بتمشي على الحلقة، تروح الكرة لسموحة وهجمة مرتدة. إنجي داخل على الباسكت، انجي وكابتن ايمن بيقول ان سوريا ضربت الكره خارج الملعب اوتسايد. اشاره الكابتن ايمن كده، ما بيعمل بايديه كده يعني الكوره، او بصوا حضراتكم اهي في الاعاده اوتسايد. ملك عبد القادر، انجي، ريم اسامه كابتن فريق سموحه، ريم بتعدي ولكن تاخد خطأ الشخصي على بيكو، هيستوجب رميتين حرتين. خطأ الشخصي على بيكو هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى. تنجح التسجيل 56-61. هتصوب الرمية الحرة الثانية. تنجح التسجيل 57-61. بيكو بتعدي نص الملعب، بيكو تدي لرنيم، لبيكو تاني لرنيم، تلعبها الفريدة وائل، فريدة داخلة وخطافية ولكن في سن الحلقة، تروح الكرة لسموحة، إيميلي وتصويبة في سن الحلقة، بتحجز عليها سوريا كده خارج الملعب اوتسايد. وقت مستقطع بيطلبه كابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي، 4 دقائق 7 ثواني. 61 الاهلي، 57 سموحة. نشوف مع حضراتكم كده التعليمات اللي هيقولها الكابتن طارق. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الاهلي. 61 الاهلي، 57 سموحة، 4 دقائق و7 ثواني. يا ترى تعليمات كابتن طارق ايه خلال الفترة دي، وتعليمات الكابتن عماد ايه لعيباته برضو خلال الفترة دي، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. يهم الكابتن طارق انه يوسع الفارق، يهم الكابتن عماد انه يعوض الفارق، وكل منهم عايز يفوز طبعا المباراة الأولى عشان يدخل المباراة الثانية إلى حد ما مستريح. ميرال وتصويبة ناجحة من رنيم الجداوي بتنجح التسجيل، ترفع النتيجة ل 63-57. إنجي، ريم أسامة، ريم طلعها بره وتصويبه ثلاثيه 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 جميله لسموحه بتسجلها انجي اسامه، انجي صلاح، الثلاثيه الثانيه لانجي. ميرال لسوريا، فريده وائل
وداخله فريده سقطها لرنيم، جميله بتسجل نقطتين، فضت الديفنس، راح الديفنس كده مع فريده ورنيم طلعت لوحدها سجلت النقطتين 65-60. يمكن قبل اللقاء في الاستوديو التحليلي كان الكابتن هيثم وضيوفه الكرام كابتن شريف علي وكابتن اسلام علي بيتكلموا على تميز لاعبات سموحه ولاعبي اسكندريه بصفه عامه في الثلاثيات، وبالفعل حتى الان ايه فتح الله ثلاثيه، ايميلي ثلاثيتين، انجي صلاح ثلاثيتين، رنا محمد ثلاثيه، وجنه ثلاثيه. اما الاهلي مرال اشرف ثلاثيه، نادين ثلاث ثلاثيات، وسرية محمد ثلاثيه. طبعا اتقان الثلاثيات، اي فريق بيتقن الثلاثيات بتفرق معاه كتير قوي قوي قوي. تغيير في صفوف سموحه، بتخرج ملك عبد القادر وبتنزل ملك سامي. سرية تطلع الكوره تلعبها لنادين، ونادين داخله على الباسكت وتحاول تلعبها، ولكن الدنيا زحمه وخطا شخصي لصالح رنيم الجداوي. شايف اشاره الحكم كده بتقول من خارج الحدود، بالفعل بتشاور ايه من خارج الحدود، معنى كده ان الخطا الشخصي قبل محاوله التصويب. في حوار ما بين الكابتن ايمن عوض والكابتن دينا، نشوف القرار ايه، هل هي خطا شخصي قبل التصويب ولا بعد التصويب او اثناء التصويب. لو اثناء التصويب هتبقى رميتين حرتين، انما لو قبل اوت سايد. بالفعل وصل القرار ان هو قبل التصويب ويبقى اوت سايد. ثريا ورنيم بتلعبها عكسيه في سن الحلقه، تروح الكره على طول لسموحه، ريم اسامه تلعبها لإيميلي، ومحاولة ناجحة من جنة مصطفى بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 64-65. ميرال نادين بتعدي، نادين تلعب بره الفريدة وتصويبة ثلاثية فريدة، ثلاثية فريدة وائل ترفع النتيجة ل 68-64. ثلاثية فريدة وائل، الثلاثية الأولى الفريدة 68-64. ريم داخل، ريم وفي خطأ على المهاجم بيحتسبه الكابتن أيمن عوض. الكرة لصالح النادي الأهلي من الحد الجانبي. ثريا تطلع الكرة، دقيقة 41 ثانية 68-64. ويمكن برضو زي ما سمعنا كده في الاستوديو التحليلي ان بأي حال من الأحوال المباراة مش هتبقى سهلة وهتبقى مباراة صعبة، بالفعل السكور قريب جدا، يعني ما نقدرش نقول مين هيفوز غير مع صفارة المقاضي. اوت سايد على النادي الاهلي، نادين بتزحلق تخرج منها الكره خارج الملعب اوت سايد. وقت مستقطع بيطلبه كابتن عماد محمود المدير الفني لسموحه 68-64. وقت مستقطع اخر دقيقتين، وهنا نقول الاحتمالات، هل هيلعب من المنطقه الدفاعيه بزمن هجمه 24 ثانيه ويصوب في اخرها، او يحاول ان هو يخترق، ولا يختار انه يلعب من المنطقة الهجومية. انتهى الوقت المستقطع. اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عشاء كرة السلة، مشاهدي قناة النادي الاهلي، لاعبات الاهلي نزلنا ارض الملعب وفي انتظار، وبتتوجه لاعبات سموحة لارض الملعب. اختار يلعب من المنطقة الدفاعية بزمن هجمة 24 ثانية.
انجي. انجي بتعدي نص الملعب، بتلعب الكرة لملك سامي. ملك بتحاول تعدي ولكن مقفول عليها، تتقطع منها الكرة. رنيم لسوريا، تلعبها طويلة ناحية اليمين لفريدة، لسوريا تاني. سوريا تحاول تعدي وتصويبة، نقطتين بتسجلهم سوريا من على خط الرمية الحرة. 70-64 ودخول على الباسكت في سن الحلقة. تروح الكرة الرنيم لسوريا. سوريا واضح كده التعليمات، هيلعبوا على 24. 70-64 وسوريا بتهدي اللعب، بتحاول تستهلك الوقت لرنيم. تتخطف منها الكرة وخطأ سلوك غير رياضي على رنيم، وهنا دي حالة من الحالات اللي اتكلمنا عليها في الشوط الأول. هنا زي ما بنقول كده ان بتتخطف الكرة وبيبقى في انطلاق مباشرة على طول على الباسكت، ويحصل خطأ إعاقة للاعيب ان هو ينطلق على الباسكت، بتبقى حالة من حالات سلوك غير الرياضي. 70-64 و32 ثانية وتصوب انجي الرمية الحرة الأولى، ما تنجحش في التسجيل. وزي ما قلت لحضراتكم، الرميات الحرة سلاح مكسب وخسارة، بيفرق كتير جدا إتقان الرميات الحرة، تقرب مهزوم أو توسع الفارق بالنسبة للفايز. بتنجح تسجيل الرمية الثانية والحيازة بزمن هجمة 14 ثانية. 70-65 ووقت مستقطع بيطلبه، واضح كده ان الكابتن عماد هو برضه اللي طلب الوقت المستقطع ده عشان يقول لهم هيعملوا ايه خلال بالفعل ثلاث اوقات مستقطعه كده في اللوحه الرئيسيه امام حضراتكم. اخر حاجه تحت 65 سموحه، 70 الاهلي، وطلب اكيد الوقت المستقطع عشان يقول لهم هيعملوا ايه خلال ال 14 ثانيه وينهوا بيها الكوره ازاي. انتهى الوقت المستقطع ازاي؟ المشاهدين والمتابعين عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الاهلي، 70 الاهلي، 65 سموحة، 33 ثانية وسبعة جزء من الثانية. والحكام بيتوجهوا لمقاعد الفرقتين لاستدعاء الفريقين لنزول الملعب. سموحه بيتوجه لارض الملعب وبيتم استدعاء لاعبات الاهلي. زمن هجمه بالحيازه، زمن هجمه 14 ثانيه. وانجي هتطلع الكوره، طبعا العلامه اللي بيعملها الحكم دي ان اللاعب ما يخرجش خارج الحدود في لحظه تسليم الكوره او في لحظه لعب الكوره، والا بيبقى خطا فني. خطا الشخصي لصالح النادي الاهلي، هيستوجب رميتين حرتين لان طبعا سموحه ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه. خطا الشخصي على جنة مصطفى. بتصوب رنيم الرمية الحرة الأولى، تنجح في التسجيل، ترفع النتيجة ل 71-65. تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية 72-65. 20 ثانية. إيميلي وتصويبة خارج الملعب أوت سايد. خارج الملعب أوت سايد. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. مرال هتطلع الكوره. وبيكتفي اللاعبات والاجهزه الفنيه بيسلموا على بعض. مبروك النادي الاهلي الفوز 72-65، مباراه طيبه من لاعبات سموحه. مبروك كابتن طارق خيري.